السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. حقيقة التصريحات المفبركة التي نقلت عن نجم المنتخب السوري عمر السومة. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. ذكرت الأيام الماضية بعض التصريحات على لسان النجم السوري المحبوب عمر السومة، ولكن تلك التصريحات إلى الآن لم تثبت عنه. إليكم تلك التصريحات بشيء من التفنيد، وأعيد وأكرر أن تلك التصريحات هي في الغالب لم تصدر عن النجم عمر السومة. عمر السومة لشبكة الكرة السورية: واحد، لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي لاعب مع منتخبنا، جميعنا أخوة وأصدقاء قبل أن نكون في المنتخب. 2، شارط الكابتن شرف لي وشرف لأي لاعب، والقرار اتخذه المدرب وليس من الاحترافية أن أرفض قراري. وبعد خروج اشتانجا قدمت شارط الكابتن للمدرب فجر إبراهيم. 3، من يبحث عن الشهرة على حساب اللاعبين سوف ينتهي به المطاف قريبا بخانة الكاذبين المكشوفين، والأيام ستثبت ذلك. 4، أنا لست بحالة للتبرير والدفاع عن نفسي في سيل الانتقادات الممنهجة، لكن الجمهور يعز علي ويجب التوضيح والتحذير من الإشاعات التي أطلقتها إعلامي المال. 5، لا أنكر أننا خدعنا بالإعلام لأنه وضعنا في الدور القادم قبل بداية البطولة، وهذا الشيء أثر سلبا على مردودنا في الملعب. ماذا قال عن الإعلامي علاء محمد الذي قال أنك تأخذ تذاكر مباريات المنتخب بالقوة؟ ورد عمر السومة: لا أعرف من هو علاء محمد إن كان إعلامي أو يعمل بغير وظيفة، لدي مال أشتري تذاكر البطولة جميعها وأجعله يوزعها بالمجان وهو بأجرته، لست بحاجة لهذه الأشياء. بعض الإعلاميين السوريين للأسف حاولوا ركوب الموجة لغايات دنيئة ونشروا الإشاعات والأخبار الكاذبة التي أثرت علينا سلبا، لأن كل إعلامي يعتبر صديق لشخص ما داخل المنتخب، وأي تصريح يكون محسوب على أفراد البعثة قبل الإعلامي نفسه، لا يمكن أن أوصفهم إلا بالمأجورين. أعيد وأكرر بعض الإعلاميين: من حق الجمهور انتقادي وأنا اعتذرت لهم، وهم يعلموا أن لدي الأفضل لخدمة منتخب وطني ولفرحة جمهورنا، لكن التشكيك والتبلي من بعض من يدعي أنه إعلامي لن نسكت عنه كلاعبين. ماذا عن الإعلامي نديم الجابي الذي قال أنك كعمر السومة تتحكم بالمنتخب كيفما تشاء؟ ضاحكا قلت لك: إعلام المأجور يتحدث ما يخطر في رأسه، أنا مجرد لاعب مع مجموعة، لا أستطيع فرض رأيي على لاعب، كيف أتحكم به عندما تتكلم؟ أنطق الحق لكي لا يقول الناس عنك مجنون أو مأجور. وبالطبع إلى الآن لم يثبت عن النجم السوري المحبوب عمر السومة أنه قال تلك الكلمات، لكني عرضتها لكم من أجل التوعية فقط. وبالمناسبة بعض من تلك الكلمات ليس فيها مشكلة، ولكن ما له علاقة بنديم الجابي وعلاء محمد، أعتقد أن عمر السومة لن يتورط في مثل هذه التصريحات التي تخصم من رصيده كلاعب محترم وخلوق. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.